اول طبقه معانا طبقه الفضاء اللي فوق راسها، ودي بتستخدم منظومه برمائيه. يعني ايه؟ يعني تقدر تعدي العوائق المائيه. السلام عليكم يا شباب. طبعا كلنا متابعين حرب روسيا واوكرانيا، وكلنا شايفين ان تقريبا كل الدول الاوروبيه اللي هم الناتو ضد روسيا. طيب ليه ما حصلش اي اختراق لسماء روسيا مع انها حصلت مع امريكا؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن انظمه الدفاع الجوي الروسيه. اولا لازم تعرف ان اخطر نظام دفاع جوي موجود في العالم كله في روسيا، اخطر مش اقوى، وده بسبب تطورها ودقتها العاليه جدا، بدليل ان تقريبا كل دول العالم بتسعى ان هي تشتغل انظمه دي، او دول مثلا زي امريكا بتسعى ان هي تطور انظمه زيها. سماء روسيا متقسمه لاربع طبقات بتخلي مستحيل اختراقها. اول طبقه معانا طبقه الفضاء اللي فوق روسيا، ودي بتستخدم منظومه الدفاع S-500. ومنظومة الاس 500 مضادة لكل الاجسام الطايرة. تخيل ان فيها واحدة مضادة للصواريخ، وتقدر تصيب الصواريخ اللي سرعتها اسرع من الصوت، وتقدر تضرب الاهداف الفضائية، وطبعا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، زائد ان هي تقدر تستهدف اكتر من هدف في نفس الوقت. تخيل ان الذكاء الاصطناعي اللي فيها يقدر يميز الهدف اذا كان صديق او عدو، وكمان لو في كذا هدف لعدو يقدر يحدد اخطر واحد فيهم، يعني بيحدد خطورة الاهداف ويبدأ يتعامل مع كل واحد بالتدريج كده. بس في النهاية اطلاق الصاروخ او اطلاق النيران تحت سيطرة الجنود. والمنظومة دي لتغطية المدن اللي فيها سكان اكتر من 1,000,000 شخص، زائد كمان المنشآت العسكرية. انا عايز اقولك ان في خبير عسكري عندهم، انا مش عارف انطق اسمه، بيقول ان المنظومة دي بينشروها في خلال دقايق. الطبقة اللي بعد كده فيها الاس 200 و300 و400، منظومة الاس 200 دي برضه بيسموها سام 5. دي منظومة بعيدة المدى ومعمولة للأهداف اللي على ارتفاعات عالية. أما بالنسبة للمواصفات الفنية بتاعتها، طولها 10 متر، قطرها 100 سنتي، ووزنها 10 طن. اما بالنسبه للتوجيه بتاعها، في المرحله الاولى لاسلكي وبعد كده رداري. اما بالنسبه للمحرك بتاعها ففي 3 مراحل من الدفع، سرعتها القصوى 3.5 مخ، والمدى بتاعها 300 كيلومتر. اما الاس 300 فمنظومه الصواريخ بتاعتها بمدى 2500 كيلومتر. وكمان فيها صواريخ باليستية ميدانية أو تكتيكية، المدى بتاعها 300 كيلومتر. المنظومة دي تقدر توجه 48 صاروخ في وقت واحد، تقدر تستهدف 24 طيارة مع بعض و16 صاروخ باليستي مع بعض. تخيل زمن الإطلاق بين كل صاروخ 1.5 ثانية. الاس 400 بقى تقدر تستهدف 80 هدف في نفس الوقت، سرعة الصواريخ بتاعتها 15 مخ، المدى بتاعها 3000 كيلومتر، ده أقصى مدى ليها. بعد كده مزودة بمنظومة بوك ام وطوب. صواريخ بوك ام تقدر تضرب الاهداف اللي من اول 15 متر لحد 25 كيلومتر. مش
بس كده، ده الرادار بتاعها يقدر يكشف الاهداف اللي على بعد 150 كيلومتر. مش بس كده، ده يقدر يشتبك مع الاهداف اللي بتوصل ل 45 كيلومتر، ويقدر يتعامل مع 24 هدف في نفس الوقت. سرعة الصواريخ بتاعت المنظومة دي 1.2 كيلومتر في الثانية، مش في الساعة. طولها 5.5، قطرها 86 سنتي. سرعة المركبة نفسها 65 كيلومتر في الساعة، والمدى بتاعها 500 كيلومتر. بتحتاج 5 دقايق علشان يبدأوا يهبطوا، لكن منظومة كوب وزنها 34 طن وطولها 7.5 متر. سرعة الصاروخ بتاعها 850 متر في الثانية. عدد الصواريخ بتاعت القاذف 8، المدى بتاعها او اقصى مدى ليها 12 كيلو. ارتفاع التدمير بيوصل ل 10 كيلو، اما سرعه المركبه 65 كيلو متر في الساعه، المدى بتاعها 500 كيلو متر، وبرضه بتحتاج 5 دقائق علشان يجهزوها. مزودة بأوسا وإس 125، الإس 125 اللي هي سام 3. وزنها 953 كيلو، طولها 6 متر، سرعة الصاروخ بتاعت المنظومة دي 900 متر في الثانية، والرادار بتاعها يقدر يكشف الأهداف اللي على بعد 100 كيلو، أما الأوسا عشان تكون جدا في محطة الرسائل الكهربائية. دي يوميا بتدور 5 اهداف في الاطار، المركبه بتاعتها تقدر تمشي 500 كيلو من غير ما تحتاج لوقود، والمنظومه دي بتشيل 6 صواريخ وتقدر تلقط الاشارات اللي على بعد 30 كيلو، والمنظومه دي منظومه برمائيه، يعني ايه؟ يعني تقدر تعدي العوائق المائيه، تخيلوا عملت 200 عمليه اطلاق في اوكرانيا. لحد هنا خلصت حلقتنا، وكل سنة وانتم طيبين، بمناسبة شهر رمضان الكريم. السلام عليكم.